Brilliant piece of skill. Luis Suarez. Well, that's one for them to pursue. Can they start to move? Able to clear the danger, at least for now. Well, what a great save that was to keep them in this. May just be the impetus they need. They certainly haven't been at their best today. We'll come. Joshua Kimmich. It's neat passing, confidence on the ball. Müller. Zola. والله شوف التأخير كيف تجل عندي والله شوف سون الزك كيف يلعب بعد Well, inching towards half-time and probably fair to say the fans were hoping for a little bit better than this. Stuart, your thoughts? Well, it's been a tight first half so far, but they haven't quite shown enough guile in the attacking third. If, however, they can be more dynamic in the 1v1 situations, they have the quality to turn this around. Lemar. Five Gnabry. Long way. Ah! أحمر. Gave him the big build up, but the keeper has it comfortably. كيفت معه وينه؟ Please. Jeremy Frimpong. Slipshot passing. Good movement. Son and Luis Suarez in the centre. سهولة. والله اللعب وايد جيد ترى والله. ما توصل يا. أجلدك هنا يا قاشرة. لو زيتو. بعيد بالي لو احط لو زيتو على الطرف يمكن كل الرفعات بالملي سريع هو لا كيف شي يرفع صح بس ما اعرف سرعته كم بس مو بطيء ما اعرف ما اعرف والله وانا جنابي هوال مع الجندي ما لعبت فيه وايد هوال مع الجندي بطء فيه والله اقول لك ها والله اكثر تيم اوف ذا سيزون جربته والله وشي مجبور ليش عشان كمش ولا عشان شو؟ كيف يرفع والله ما بعرف كاوتش يرفع والله كريه شكله طبيعي هذا مجبور عشان منوع عشان كمتش لا اي ار ام دوري كيف اشرح لك هذا يسوي تو ميكس تبغى اي ار ام دوري الهولند اي ار ام شو اسمه الدوري شو اسمه اي ار ام عادي انا اصلا ما تشوف على اليمين زول حاط ابغى اغير على اليمين كبرى عادي يا بابا انت تبغى اي ار ام شو بوندسليغا اي دوري بسوي تشكيله على اليمين بالدوري مود عادي مشكلة ما في مهاجم زين. أنت مشكلة عندك وايد لعيبة ريتنج عالي ما شو اسمه ما تستخدمهم في التحديات. ما في زين لاعب. لا سويت رودريجو الحين. رودريجو لا سويت رودريجو. ما فكرت فيه. كذا إسباني مستحيل لاعب دوري إسباني. ترى أنا بعد شيء أنا دائما اللعيبة اللي ما أسويهم ليش لأن أقول مستحيل ليش يشبك بس بعد أسويه عشان بعدين يمكن أغير تشكيلة شيء. R1 X هذا تعرفوا هذا R1 X لاعب لا بس X عادي. ليش يديم مو بالكشرة يا. والله لاعب. They couldn't maintain possession. على الكرة. أروح الناعم، قسم الناعم والله. غندي يا حبيبي. أصلاً هنا باكونا. لامار. هلا الناعم مبرير عليه. سيرج غنابري. كيميش. And very deftly cut out. وندي حبيبي. زول يطلع برا. Son. And beating the defender. والله انت شو اللعب خفيف عندك والله. اي خفيف والله مو بخفيف مول. Well, the visitors, as you can see, have enjoyed so much of the possession and as a result have dominated the game. Some of their passing movements have been a joy to watch and I don't think anything's going to change that. I see أفضل لاعب في العالم. Kimmich. This is Müller. Gnabry.
طيب فحق منه يا اخي، انا هالشيء ما ابغى، ما ابغى فحق ليفاندوفسكي، ليش يرفعون حق الام؟ والله سواريز كم لي ياخذها بسرعه يتعب. شوف شوف بدخل بيعك ها باكيتا، بتشوف افضل لاعب في الملعب والله، اسجل لاعب. ايش يعني اللياقه ذكرني في تونس؟ مو في تونس، فتنس ستامينا فتنس فيرس بسيط، هذا مكتوب فتنس والله ما مخليه يطلع. By miles with that one, and a goal kick will ensue. Well, both teams have had substitutes swarming up, and now both will rely on their respective benches. يا ود الحظ. خلاص بيهبي. هذا ما أقدر هذا جول. ها باكيت الطيز. مستحيل جول. جول فاضي مستحيل. كيف تيجي؟ أنت تعرف هذا. Koundé. Now in possession, Savanier. والله لعتم والله أبو الغش والله. هذا شو هقو هاي فائدة السترينغ ها بلاشي. السترينغ ليفاندوس 90 شو فائدته ها ما لي أقوى. لا ما كان ليفاندوس كان واحد ثاني. طب هو حسب سريع. طب أكيد والله ثقيل. Lucas Paqueta takes on the shots. Well, the goalkeeper's life wasn't made quite as difficult as might have been the case. Lemar. يلا رودريجو راسيات يوه شوف الجام كيف عند رودريجو ترى خمية وايد زق اوكي ها خمية ترى وايد زق والله كيف يشوق والله كان رحم ما كان رقم اثنين عمر ليش تطلع عبار رقم اثنين ترى رحم تمدحه كان رحم طيب شو اقول كيف يقطع الكوتي not away completely Wilfried Zaha forward giving the ball away and the cross is very much on ولا حد عليه ما اعرف شو اقول ما اعرف ليش يبي لي ابعد لاعب والله ما اعرف ليش هاونا من التسلل يا ابو في ناس هناك مو متسللين ما خلوهم يروحون على الكره Paqueta. الوم الله ينعي هاللاعب الكريه اللي عندي انا. الله والله امنيت يا باكويتا يا ريت طلع لي والله. Rodrigo. Oh, nice work to get past his opponent. Good defending in the end and danger averted for now. ما تقدر طوفه غندي يا والله انا كاسم مسوي بث في اللعب وايد تجي ترى اليوم ضد وولف ولا بث وايد تجي عندي والله ما تمسخه هم ولا زباله ضدك والله اجل لاعب في الملعب Rodrigo, Dennis Undav. Totally fooled him. Mabuti Andux. Son, and that's an important intervention. تعال تفز دي كم ولا مرة طفته شو؟ والله لعب وايد تجي عندي أنا والله مو شوية تأخير. والله بساطة وايد أوكي صدق. Quite simply, the cross was too close to the keeper.
And they deal with the threat this time. بياخذ التسجيل. The stoppage time situation. 1 minute here. And the timing was perfect. Ball one. And there goes. أنا قلت أطلع شوف وايس يزق. شي خصة إيه لا طلع الذار. لا لا بس بعد البث والله. أوكي يلا. أنا بدون كيف جمدت. انت مش كنت تحررت تلعب ضد وقت عرفت لا والله ضد وقت ما كان شيء تاخير ترى مو ما في تعال كان في بث ولا لا ما كان في بث طيب نجيب عليك جولين سواريز والله تاخير حسيته ما ياثر والله تجلها بس سواريز ليه مو مقتنع فيه انا يلا اوكي يعني يعتبر وينك انت؟ انت وينك؟ يا اخي ليش يصير عمرك اوف لاين؟ ما مسوي شيء عم انت قاعد اكس جوين جروب جوين جروب ما يستوي شو جوين جروب بعد هدف تاريخي هون اروح ولا منو ام البنزيمة خسروا هذا ما اعرف والله بس يسا تشوف الجول Ideal weather, no complaints on that front here in North London at the Emirates Stadium. I'm Derek Ray in the commentary position and I'm joined for analysis by Stuart Robson. And with the game just moments away now, this really ought to be a superb watch. Stuart, what are you expecting? Yes, thanks as always, Derek. We've got two good teams here, so I'm anticipating a really good That's game. Difficult. The atmosphere is electric inside the stadium. Gianfranco Zola! And a really good Thank you, Stuart. يعني بسهولة شيء. ان اذا انا سجلت الجول اول خلاص 100% انا فايز لما يبع لك الجول اول بعدين ما اعرف شو يصير فيك شي تلعب يا ود دبل اشوف دبل أنا. حتى ما افكر في الدبل بلا ليفاندوفسكي Well, what a stop that was! كريهة لا لعب. Here's the starting 11 for football friends. Manuel Neuer begins in goal. Serge Gnabry starts with Filip Kostic on the flanks. And up front, Gianfranco Zola plays alongside Robert Lewandowski. And the goal won't stand. Offside the decision. Well, that was always going to be brought back. It was a decent effort, though. Marquinhos. Jules Koundé on the ball. Son. Koundé. Jesus Navas now. Rodrigo. Well, يا حرام عليك رودريجو. Well, he's just a thorough football professional, Kenny Dalglish. استحمل انت تلعبت شيء يا الله دالجليش عندك عادي ثاني لعب حق واحد والله لعب حق واحد لعب حق واحد ثاني كصمه اللاعب الزق Good visualization and execution. It was a menacing attack, but tidied up. He's given the ball away unnecessarily. طيب سويته رودريغو
room to maneuver on the wing. Lucky Rodrigo. Excellent assessment of the situation at the back. Serge Gnabry. Showing good patience. Gnabry. Now with Kimmich. Gnabry with it. Can he do it? هذا قواله هاي قواله قول جلتشات شو جلتشات قول صح والله والله ها قول احسب القول جلتش ليش تلعب اكس حق من مهاجم تلعب اكس حق مهاجم ثاني وتشوت شوت هامي بالمية قول اذا شي لعبه كيت ما العب مع ضد وكس رفعات ما يستوي انت اكسات ما يش كيف العب ها انا قلت لك هاي الشيء يعتبر جلتش ما قلت لك انت انت ما تسوي الحركه مو سواريز ما تسوي تسعه الخط تلعب ترفع اذا ادري اسوي زين بس انا شو قلت الزين شو قلت لك انا شو قلت لك انا قلت لك اقول كل جلتشات صح انت بقول جلتش صح يعني كلامي مو بجلتش ها جول مضمون جول مضمون جلتش. والله جول مضمون ليواندوسكي ها يخلي كوكل يشرب ويسكي بعد جلتشت هذا ليش طالع ديام مقيده زق يا عم خيروه عن هذا احسن يتعلم من الشباب And they continue to advance, and a lot of options. Ah, son of Tess, as you double the color. Jeremy Frimpong, Joshua Kimmich. يا أخي كيف جنابري ما تأخذها؟ إيشوها؟ وحسن والله. استكسر أولنا. والله. أستكسر. شو عليك أنا برا إثمار نويا. يا اخي بسرعه يا سونيا ابن الكلب بيدعمون بيدعمون بلاي شي تاخر ليواندوسكي شوف يفتح صح جنابري يصنع لا والله عيب عليك والله عيب عليك جنابري 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 شو جنابري Well, the visitors, as you can see, have enjoyed so much of the possession and they've made good use of it. They really have played some good attacking football and they look like scoring more. Using all his defensive acumen to cut it out. Jesus Navas. قسمك يسار ليش تلعب حنيف Zola. يا لا لا حسها حمار ما ينقص تراس الناس ايش يسوي رقم اثنين هالحمار هاي شو شوته what the fuck والله مندز ما افش اقول عن المدافع والله زبال والله كوستيتش ابلع جوندي جوندي ما يخصه زي كرة بعيدة ما يخصه جوندي انت من الصبح والله جوندي ابلع This is counter-attacking. شوف شو ما يخصها شو ما يخصها شو ما يخصها والله ما يخصها بعيد عن الكرة. جنابري يصعد جولي على وسط على وجهك. ليش جنابري جولي لأنه معروف يلعب صوب منو. والله جابه شوف والله. والله كتره والله هذا مسخة وايد كتره بعد. بلا جيت سنتر ها جو جيت سنتر بلا بس وقت بس جيت سنتر بلا شو
شوف كيف بقلبها الحين ها. Underway again with the score at 3-1. To give goal. Fresh. هو طلعها. And they'll get ready for the throw-in. There will be one minute added on at the end. Son, يا أخي أنت كيف لاعب أنت والله صدق. تجيل وايد استغفر الله العظيم. The first half here comes to an end. As anticipated, plenty of talking points so far, and now the second half is underway. Savanier, Lemar. Now in possession, Savanier. And here's Lemar. Here's Marquinhos. Now in possession, Savanier. Alphonso Davies. Savanier. Options in the middle. Great opportunity. طيب ابحك منو يا عمي لعن ابوك الكلب يا حلو كوستد الله واحد واقف صبي يلعب حق اخر واحد خنيف طيب كيف مشيت طيز بعد ياه يوزوا كيمي غنابري with it. Good ball to switch the play. Kimmich. Joshua Kimmich. And it crossed the touchline. كيف راح يزول؟ لا الخط اللي راح يزول. طب هلا لا السريع تبعت. Serge Gnabry. Gnabry. Robert Lewandowski in the middle. هل مهاجم اللي تمدحها صح اعطوه زاويه بعيده بس بعد ده بدش والله ده نقطه ترى طالع والله غباء مني انا استاهل والله شلون ضيعتها ذيكي روزيتو يلا روزيتو يلا يلا نبغى الهاتريك ليفاندوفسكي انا شفت المعادي كام ميلر انا العب بدون سي دي ام اهم مركز في اللعبه موفينج ذا بول نايسلي لوكينج فور ذات فاينل باس ليفاندوفسكي Now with Kimmich. Müller. This is Müller. And back with Kimmich. Not messing around. شو المهاجم اللي تمدحها؟ تمنى ار بي مالك قلت لي؟ عمك. منو نسيت؟ ار بي مالي. عمك والله نسيت منو عمك عمك منو منو عربي مالك منو عمك زين انت قل لي منو عمك وهذا عربي مالي عمك ما اعرف بدخل زافر منو عربي والله بعرف منو يا اخي نسيته والله تركي برا والله من دوت ضيعته ما اعرف لافون لا حق الحارس بيوهقني الزق getting in there to intercept Rafa onto Paqueta
And a really good diving stop. زين خلاص الكره. Joshua Kimmich with the corner. Well, he had the scent of a hat-trick in his nostrils, but not this time. Well, he keeps getting into good positions. He'll surely get another chance before the end of the game. Jesus Navas. Yeah. 20 minutes to go in this one. Alfonso Davies. There to win it back. ليش لعبت حاجات دبانات؟ طيب والله دايم من زمان والله حرام طاقة اثنين وايد زبالة والله شرب رودريجو هذا انت مهاجم الحين خلاص يا ويلك هذا عندي باكيس المهاجم نفسه افضل لاعب هنا فاز هنا تذكرت منه Joshua Kimmich moving it forward. So كله تلعب صوب هذا. No, high quality defending. Lamar. Jesus Navas. طب ما قطع حوايا. شو غبي يا رحم. Looking to carve out a chance. But then the one that fails to hit its target. مهاجمكم اختفي. Well, it's been a frustrating day for these fans. They want a goal. They're urging them to attack now. On the offensive, is there to be late excitement? يا اخي ليش هذا الزق يمدحونه وايد في اليوتيوب عندي في جيل. اكثر بطاقة اعطوني انا والله. ايوه. المهاجم البلجيكي او الدوري البلجيكي يعني. هاي ها باكيتة تقول كل حد يمدحها كيف عندي تجيل كيف طبع أكثر بطاقة ما أدري والله والله قاعد لعب ترد لك لا تخاف ترد لك أحسن بعد هاتريك هاتريك ليواندوسكي دخل مينو 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 كان ايش تعرف والله مباراه طافت ان في تجد بدون تجد والله اللعب وادي فرق عندي والله سير لا سير لا سير لا والله انت انت بس ما تعترف شو انت بس ما تعترف زين الحين سجل زين شو السالفه انت بس ما تعترف مباراه طاف ما طاف ما اقدر اسوي شيء انا ليش يبي يكون سجل يكون عندك انت بس سجل ولا بس ولا عندي انا بعد؟ يعني دافو تشانل يوم في سجل بودي ما يكون عندي سجل نفس الشيء. اوكي فانت شو دراك ان انا ما عندي سجل المباراه طافت؟ وشو دراك ان المباراه ما عندي سجل؟ تتلف من يسار عادي. وانت تلف بسرعه بعد والله. ما طافت لا. والله هي. يمكن انت يبين عندك لا بس انا يبين عندي هي. رافا روبرت ليفاندوفسكي ويتس ات ذا باك بوست. Well, they couldn't take advantage of the opportunity. This might have potential. Well, the players should be inspired by this. The crowd have really got behind them today. I'm not about my injury, though, isn't it? Ting! Oh! 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 قسم هالمهاجم والله ما أعرف ليش يمدحونه. زها براسية زها. Crossing possibilities. والله كان شوية والله عم ياخذني هالجامد. لا. يلا الحين تعال الحين فاصل. لا والله الحين خاف والله مسطل والله. تعال خايف لا. تعال وياك باكر. خايف لا تعال 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 يلا. وياك باكر زين وياك وياك باكر. تعال ليش فزت انت؟ لان انت فزت لان انت رحت عني في البداية فرق ثلاثة هني المشكلة. الحين بيبي يقول كل يلعب صوب البي مالي وانا عشان والله كله تلعب صوبه والله ما يخصه
والله العظيم يصير شوف الاقوال كلها بدت من هايك الجهه والله. اذا تشوف الهدف كيف تبدا اول شيء بعدين تشوف الاسيست، لا تشوف الاسيست، شوف قبل الاسيست وين، كله من النص من النص والله العظيم كله من عند هذا، لا تشذب عمر.